عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. وتحيه خاصه من عند خوتكم بشرى فانو لجميع نساء المغربيات وكذلك نساء العالم، يعني باسري كنقول لكم عيد سعيد يعني تقدم وازدهار وجميع ما كتمنوا ان شاء الله. كنوجه يعني واحد التحيه للصديقات ديالي كاملين اللي هنايا، كنقول لهم للاسف كنا يعني ناويين اننا ندير واحد الاحتفال خاص تكون شي حاجه يعني سبيسيال، ولكن قدر الله وما شاء فعل. كنتمنوا هاد الغمامه او هاد السحابه تدوز بخير وبسلام، والهليئه دي شي مسلم يا ربي. كنتمنوا من الله يحفظنا ويحفظ خوتنا فين ما كانوا، كذلك يحفظ هاد الناس هادو اللي حنا كنتواجدوا عندهم اللي ما شفنا منهم الا الخير والاحسان. كنقول لكم عيد سعيد ونعاودوها مره اخرى ان شاء الله. اليوم كيف ما كتشوفوا انا خرجت يعني من بعد يعني هاد المده كامله وحنا في الدار، فقررنا اننا نخرجوا اليوم نضربوا واحد الدويره، يعني ولو كتشوفوا ان الدنيا خاويه يعني في البحر. جبت غير الدراري خرجتهم شويه هكا يبدلوا الجو، يعني لانهم ساكن ثلاثه الاسابيع وهم مسجونين في الدار ما كيخرجوش، لان للاسف المدينه اللي كنسكن فيها انايا تصابوا حالات. يعني هاد النهار اللي انا سجلت فيه كانت 11 حاله، ودابا حاليا انا كندير في المونتاج راه يعني كاينه حاله كارثيه. ما غادي نعطيكم حتى شي تفاصيل في هذا الفيديو، هذا غادي ندير لكم فيديو اخر ان شاء الله، وغادي نشرح لكم فيه الوضع يعني وبالنسبه للناس وهكا اللي يعني مع اللي كيعرفوني وحبابي والاصدقاء وداكشي يعني اللي كلهم كيسولوا. فانا غادي ندير لكم ان شاء الله فيديو غادي نوريكم الوضع كيفاش داير والامور كيفاش. صافي كيف ما كتشوفوا من هنا مشينا للدار شفناهم، لان من ديك المده فاش وقع هادشي ما بقيناش تشوفنا، فشفناهم دوزنا النهار زويون يعني تجمعنا غير حنايا العائله، ضحكنا ولعبنا كيف ما غتشوفوا المقاطع، يعني دوزنا نهار زوين. صافي وفي العشيه جا الخبر باننا المدينه اللي كنسكن فيها انا يعني توضعات تحت الحجر الصحي، يعني ما بقاوش نخرجوا وما بقاوش ندخلوا، فاضطريت انني نرجع في داك الليل. ويعني البقيه غادي نديرها لكم في فيديو المقبل ان شاء الله. فبهذا السبب يعني تعطلت في المونتاج ديالي في هذا الفيديو هذا، لانني جيت صافي يعني راكم عارفين الانسان كيتخلع ما كيفهم والو ما كيعرفش اشنو واقع. نتمنوا من الله خير والله يدير لينا شي تاويل ديال الخير. نخليكم مع الفيديو، وهاد المره ما غاديش نقول لكم لايك وما غاديش نقول لكم بارطاج، غادي نقول لكم كنتسناو منكم الدعاء دعوا معنا يا ربي يدوز هادشي بخير وبسلام وما يادي حتى شي يعني مسلم فينا. ونخليكم مع الفيديو نتمنى يعجبكم، تسناوني في الفيديو الجاي غادي يكون فيديو يعني سبيسيال وغادي يكون يعني فيه بزاف ديال التوضيحات وكذلك بزاف ديال لي ميساج.
انا كيف ما كتشوفوا الكفته ما صورتهاش معاكم يعني من الطيبان، انا درت فيها بيضه ودرت فيها جوج ديال البصله مطحونه وحيت ليها الماء ديالها والربيع عادي، والعطريه ديال الكفته كناخذوها من عند الباكستاني وشويه ديال البزار صافي والملح صافي، ويعني خلطتها مزيان معكناها مزيان صافي. دابا هي الاخت جالسه كتصيف فيها داكشي ديال الشوايه صافي. وهنايا عندنا الكوتليت، هو غادي نخرجو دابا، راه الفاخر برا كيشعلو فيه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا حنا تغدينا، كنا اللي قسم الله ضحكنا فوجنا، يعني واحد شويه الغمه حيدات صافي. من بعدها يعني مرات خويا وجدات لا تورته ديال ميموزا بمناسبه 8 مارس، كان هديها لكم وكان هدي لكم كذلك ورد ميموزا اللي كيدل على لا فيستا دانا دونا. الى لقاء فيديو قادم ان شاء الله، نتمنى لا فيديو ديال اليوم تكون عجبتكم.